enfants, aujourd'hui on va commencer notre deuxième leçon dans le français. مرحبا بكم يا أطفال الأعزاء. اليوم سوف نبدأ بالدرس الثاني في اللغة الفرنسية. تعرفنا في الدرس السابق على الحروف les alphabets. هذه الحروف تتكون من 26 حرف 26 lettres. Cette 26 lettres تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى les voyelles وعددها 6، والمجموعة الثانية les consonnes وعددها 20. الحروف الصوتية les voyelles هي مجموعة من الحروف تستعمل لنطق الحروف الصامتة les consonnes وهي A O I U E E Y. نعيد مرة ثانية A O I U E E Y. على سبيل المثال لنطق الحروف في اللغة العربية نستعمل الحركات الفتحة الضمة الكسرة. مثال لنطق الحرف ب نستعمل الفتحة ب الكسرة ب الضمة ب. كذلك في اللغة الفرنسية نستعمل les voyelles لنطق الحروف. إذن les voyelles هي الحركات. مثال example vélo. استعملنا الـ A والـ O لنطق الـ V والـ L كما هو موضح في المثال. مثال آخر بانان. استعملنا الـ voyelles A والـ E لنطق الـ مو بانان. الحروف الصامتة هي مجموعة من الحروف الساكنة وهي B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. والآن سننتقل إلى الشطر الثاني من الدرس. سنتعرف في هذا الشطر على السيلاب المقاطع اللفظية. C'est quoi un syllabe? Un syllabe, par exemple, une consonne B plus une voyelle A, t'a ba. Ba, c'est un syllabe. B plus E, t'a B. B plus I, t'a B. B plus U, t'a bu. B plus O, bo. B plus Y, B. والآن سوف نأخذ بعض الأمثلة على كلمات فيها السيلابل avec la consonne B. با comme ballon ballon. B comme bébé bébé. B comme biberon biberon. Bu comme bureau, bureau. Bo comme bobine, bobine. والآن سوف نتعرف على السيلاب avec la consonne C. C plus A تعطينا K. C plus E تعطينا S. C plus U تعطينا Q. C plus O تعطينا Q. C plus I تعطينا C. C plus Y C. والآن سوف نأخذ بعض الأمثلة على كلمات فيها السيلاب avec la consonne C. K
كوم كارتابل كارتابل سو كوم سوريز سوريز كو كوم كوب كوب كو كوم نواه دو كوكو Noix de coco. Si, comme citron. Citron. Si avec Y, comme cylindre. Cylindre. والآن سوف ننتقل إلى للسيلاب avec la consonne D. D plus A تعطينا دا D plus E تعطينا دو D plus U تعطينا دو D plus O دو D plus I دي D plus Y دي والآن سنأخذ بعض الأمثلة على كلمات فيها لسيلاب avec la consonne D. دا comme دات دات دو comme demain demain غدا دي comme dimanche dimanche الأحد دو دو كوم دور دور صلب دو كوم دو دو دهر والآن وصلنا إلى نهاية الدرس لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد شكرا على المشاهدة وإلى الملتقى في الدرس القادم إن شاء الله